شكرك بأحمد الحبيب بجاه قصدتك تغفر لنا يا مجيب الله الله أضحت المدرسة القرآنية الشيخ بعمامة الواقعة على مستوى حي ولاد يحيى بمدينة البيض تشكل منارة صوفية وفضاء لانتهال أصفل القيم والعبر المستخلصة من كتاب الله وسيرة سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ورغم حداثة نشأتها إلا أن ذات المدرسة أصبحت تشكل قبلة من طرف مئات الطلبة من حفظة القرآن الكريم في شكل أفواج منتظمة يضبط مواعيدها جدول زمني معين وفق منهجية متزنة تأخذ بعين الاعتبار سن حافظ القرآن وأيضا ارتباطاته المتعلقة أساسا بالدوام المدرسي. أما بعد فأنا طالب في هذه الزاوية منذ سنتين أتممت 10 أحزاب وأنا أتمنى كل تمنياتي أن أصل إلى 60 حزب وأتخرج من هذه المدرسة لأنشر العلوم الدينية والقرآنية ونتمنى الحفظ والستر لشيخنا الشيخ الأخضر ونتمنى أن تدوم هذه الزاوية قائمة ما إلى الأبد حتى تنشر العلوم والقرآن. أحب بكم في زاوية الشيخ بعمامة. أنا ابن عيدة سامية طالبة، أتمنى أن أحفظ 60 وأن أتخرج من هذه المدرسة، وأتمنى أن يحفظ لنا بالشيخ وأن تدوم هذه المدرسة حتى آخر الأجيال. أنا أصبح مرشدة وأعلم القرآن كما علمني الشيخ. أنا حافظ 4 أحزاب وأتمنى أن نكمل 60 وأن أتخرج من هذه الزاوية حافظة. وحسب شيخ زاوية سيدي بوعمامة الحاج سليمان فإن ذات الفضاء أضحى بمرور الوقت يعتبر مزارا سنويا لعشرات الطلبة حافظي القرآن الذين تخرجوا من ذات المدرسة إضافة إلى عدد هام من مريدي وأتباع الطريقة الشيخية المنسوبة إلى صاحبها سيدي عبد القادر بن محمد المدعو سيدي الشيخ، كما تشكل ذات الزاوية ركنا للتصوف وتلقي العبر والدروس المحمدية في إطار سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله احنا عندنا في كي يقترب وقت العطله يزيدوا التلاميذ بكثافه، عندنا الحمد لله رانا نزيدوا الشيخ هذا معنا يقري معنا، عندنا هنايا قسم نزيدوا هنايا باش يقري معنا، وعندنا تلاميذ خارجيين يجونا من القرى يجوا يقروا هنايا، كبار مسافرين يجوا يقروا هنايا يجوا. وراهم الحمد لله كاين طلبه كاين مريدين كاين يجونا هنايا كاين مشايخ كاين عندنا احتفالات في السنوية كاين عندنا الاحتفال بتأسيس الزاوية. كما تنظم ذات المدرسة حلقات في الذكر طيلة الشهر الفضيل مفتوحة للجميع ناهيك عما تقوم به ذات الزاوية من عمل خيري لفائدة عابري السبيل وتقديم يد العون والمساعدة للمعوزين من أبناء الحي والولاية ككل، معتمدة في ذلك على هبات ذوي البر والإحسان الذين يبتغون مرضاة الله والترقب منه من خلال ركن الإحسان.